بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نوافيكم بالحصيلة اليومية لنتائج الترصد الوبائي لداء كوفيد 19 ببلادنا خلال هذه 24 ساعة، أي ما بين الساعة الرابعة بعد زوال الأمس إلى حدود الساعة الرابعة ليومه الثلاثاء 12 ماي 2020، حيث إنه خلال هذه 24 ساعة أكدت لنا المختبرات الوطنية المشاركة في عملية التشخيص المخبري للحالات المشتبه إصابتها بهذا الفيروس 137 حالة إضافية جديدة، ليصبح الإجمالي ديال الحالات المؤكدة ببلادنا منذ بداية هذا الوباء 6418 الحالة. هذه الحالات الجديدة ديال هذه 24 ساعة تم اكتشاف جلها بجهة رباط صلى القنيطرة بالدرجة الأولى، ثم جهتي الدار البيضاء السطات وطنجة تطوان الحسيمة بدرجة أقل، ثم جهتي مراكش أسفي وفاس مكناس بدرجة أقل. هذه الحالات لازلنا نكتشفها في إطار التحري والتتبع الصحي والكشف المخبري لدى المخالطين، حيث إنه من بين هذه 137 حالة 121 منها اكتشفناها بواسطة هذه القناة ديال التتبع الصحي للمخالطين، أي بنسبة 89%. مجموع المخالطين الذين تم تتبعهم والتحري بشأنهم منذ بداية الوباء وصل إلى يومه إلى عدد 37028 مخالط. بالنسبة للتوزيع الجغرافي لمجموع الحالات المسجلة ببلادنا منذ بداية الوباء، فالنسب لم يطرأ عليها تغيير كبير، بحيث تبقى جهة الدار البيضاء السطات هي الجهة التي سجلت بها على نسبة، متبوعة بجهات مراكش أسفي ثم طنجة تطوان الحسيمة ثم فاس مكناس ثم الرباط صلا والقنيطرة ثم درعا تافلت. بطبيعة الحال إلى جانب هذه الحالات المؤكدة مخبريا، التحاليل المخبرية تؤكد لنا عدم ثبوت وجود فيروس المسبب لكوفيد 19 في العينات، وهذا المجموع ديال الحالات المستبعدة خلال هذه 24 ساعة وصل إلى 2698، والإجمالي ديال الحالات اللي كانت محتملة ديال الإصابة ديالها ولكن استبعدت جراء التحليل المخبري منذ بداية الوباء، هذا العدد وصل إلى 65397. بالنسبة للوفيات لم نسجل والحمد لله أي حالة وفاة خلال هذا 24 ساعة، فالعدد الإجمالي ديال الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد 19 منذ بداية الوباء ببلادنا ظل هو 188 حالة وفاة، وانخفض نسبيا وشيئا ما انخفضت نسبة الإماتة، حيث وصلت اليوم 2.9%. طبيعة الحال نسبة الإماتة ديال مجموع حالات الوفاة مقسومة على مجموع الحالات المؤكدة منذ بداية الوباء. بالنسبة لحالات الشفاء سجلنا كذلك والحمد لله تماثل 180 حالة للشفاء التام طبقا للمعايير التي نعتمدها في بلادنا، ليصل بذلك إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء منذ بداية الوباء 2991، ولتستمر كذلك نسبة التعافي في الارتفاع، حيث وصلت اليوم 46.6%. بالنسبة
كذلك وتفاعلا مع بعض الأسئلة التي ترد علينا بالنسبة للتوزيع حسب الجنس، فإلى حدود اليوم نحن في بالنسبة للحالات بطبيعة الحال المؤكدة نحن في 56% من الحالات عند الرجال و 44% عند النساء. وبالنسبة للعمر فلازلنا نشهد انخفاض في معدل العمر ديال الحالات، فخلال هذا الأسبوع المعدل ديال العمر ديال الحالات المؤكدة هو 34.5، علما أنه عند بداية الوباء ببلادنا كان المعدل هو 54.8. هذا معناه أن الذين يتعرضون الآن للعدوى هم الأشخاص الأقل سنا، ويمكن أن نفهم أو نستنتج أنهم الأشخاص الذين لا يبقون ملتزمين بإجراءات العزل، وهذا ما يعطينا هذه الحالات التي نكتشفها على شكل دائما بؤر في بعض المدن التي لا زالت تسجل هذا النوع من البؤر، علما بأنه هذه الحالات ولو صغار في السن هم الذين يمكن أن ينقلوا العدوى لأشخاص آخرين داخل المنازل أو في إطار تجمعات أخرى. إذن هذا كان هذا كل ما يتعلق بالحالة الوبائية لكوفيد 19 ببلادنا خلال هذه 24 ساعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.